بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ما أخوانا؟ ماذا أخذنا؟ قربوا علينا شوي. قدم. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أي قسم؟ تفسير التوحيد. هذا هو القسم الثاني. ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر وجوب التوحيد وتشوقت بفضل التوحيد وأراد منك أن تحقق التوحيد ومن تحقيق التوحيد الخوف من ضده ومن تحقيق التوحيد الدعاء لشهادة لا إله إلا الله، أراد أن يفسر لك التوحيد من هنا إلى نهاية الكتاب، لكن فسر التوحيد بضده وبضدة تتبعي الأشياء، وبين في هذا الباب إدراك تفسير التوحيد أنواع الشرك الأكبر وهي أربعة. الشرك الأكبر هي شرك في الشرك في العبادة، في الدعاء، والدعاء هو العبادة، الشرك في الدعاء والذبح لغير الله، الشرك في الدعاء والشرك في المحبة، الشرك في المحبة والشرك في الطاعة، والشرك في الطاعة والشرك في النية والإرادة والقصد. فتح الله عليك. نعم. طيب، أنواع أو أقسام المحبة. أقسام المحبة. نعم. محبة لله أو مع الله. محبة مع الله. أولاً مع الله. حكم هذه المحبة. كفر. الشرك أكبر. الشرك أكبر. نعم. الثاني. طيب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم؟ أين محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ القسم الثاني. نعم، محبة. تحت محبة الله، ولا يمكن أن تكون محبة مساوية لمحبة الله ولا وقعنا في المحبة الشركية. القسم الثاني محبة لله أو في الله. لله أو في الله. حكم هذه المحبة واجبة، بل هي من أوثق على الإيمان. يحب من في الله؟ الأنبياء والصالحين. أربع أشياء قلنا إجمالا. يحب العمل والعامل والأزمنة والأمكنة، وضد هذا البغض في العمل وعامل وأزمنة وأمكنة. القسم الثالث من المحبة. الحب الطبيعي أو الفطري. حب الولد لوالده أو حب الوالد لزوجته أو لابنه. نعم، حكم هذا المحبة. جائزة. بشرط لا تقدم على محبة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اجلس فتح الله عليك. الباب الثاني. ما هو الباب الثاني؟ باب باب الثاني؟ نعم، من كتاب التوحيد. بعد تفسير التوحيد هنا في هذا المسألة. الباب الثاني. نعم. باب من الشرك لبس حلقة أو خيط. من الشرك أكبر وأصغر. حسب إذا أعتقد. حسب الاعتبار. لبس الحلقة والخيط والودع والتمائم والخيوط ورأس الثوب، أعلى الذئاب، النعل القديمة، طارات السيارات، بعض الأشياء، الكف، العين. التمائم ما نعرف. التمائم قلنا قسمين، لكن التمائم هذه أقصد بها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم. إما شرك أكبر أو شرك لرفع البلاء بعد نزول أو دفع قبل نزول، يعني لأي غرض كان. فتح الله عليك. أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب وأقسام الناس في الأخذ بالأسباب. نعم، ثلاثة. هنا ثلاثة وهنا ثلاثة. في الأخذ بالأسباب قلنا قسموا إلى طرفين وسط. قسم غرور في الأسباب. يغلو في الأسباب ويعتقد في الأسباب أكثر من أنها سبب، وقسم ينكر الأسباب جبرية، وقسم توسط ولم يثبت من الأسباب إلا ما أثبت الله سبحانه وتعالى إما حسا أو شرعا مع اعتقاد أنها سبب. هذا في الأخذ. في الاعتقاد ثلاثة أقسام، صحيح شرك أكبر وشرك. حكم التعليق. حكم التعليق كله محرم، قلنا لا يعلق شيء، رأس الثوب عن الذئاب وكذا.
المعلق صاحب المنزل أو صاحب الدار أو صاحب السيارة. جاهل يعلق يعتقد تأثيره بذات الشرك الأكبر، يعتقد أن السم شرك أصغر، ليس لديه أي اعتقاد يضع عليه الزينة، فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يفتح باب الشر على الناس وفي تشبه بالمشركين. عندي سؤال. عندي سؤال. اشترى هذا الأخ سيارة جديدة لكزس 2013، فقال له هذا ضع فيها مصحف، مصحف حتى تحفظ بإذن الله، يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ شركة أكبر. مصحف يضع في السيارة، كلام الله، ما يضع مصحف في السيارة. عندكم ما يضع مصحف في السيارة؟ يلا نعم. يسأل بماذا؟ يوضع أو لا يضع؟ لا يوضع. لماذا؟ لأن قلنا التمائم إذا كانت من القرآن فهي محرم، نقول ما تضع. لكن هذا الأخ يضع المصحف في مكان غير ظاهر، يراجع منها أحيانا وهو ماشي في الطريق، لكن يضع داخل الدرج، يصح؟ يصح ولا أشكال. لكن هذا عندما يضع وضع على الزجاج أو كذا، قال لا، العين تأتي وعندما تأتي المصحف يرده. لا لا محرم. أما عندما يضع الكف أو نعل قديم، لماذا؟ قال حتى العين ترجع على هذا. أو هذا عندما يرى السيارة جميلة ثم يرى النعل تذهب العين، هذا السبب، فهذا شرك أصغر. مفهوم؟ طيب، هذا عندما اشترى الليكزس قالوا هذا ضع فيها شيء من الزينة، يعني وضع فيها شيء من الورود كذا، يصح؟ ورد؟ يصح؟ جاهز ولا إشكال. إذن قلنا التعليق كله محرم، نعني بالتعليق رأس الثوب، أعني الذئاب، الحافر، طرف السيارة. طيب كتب على ظهر السيارة من الخلف ما شاء الله تبارك الله، العريض زجاج الخلفي، أو اللهم احفظها بحفظك يا كريم. المهم عندكم كثير أنت، المهم ما رأيك؟ يسأل إيش يا رجل؟ إحنا ما نريد نسأل، نريد هذا الفعل صحيح لا؟ سبحان الله. طب لماذا ما تعلم الذي عندكم اللي يكتب بحمى الرحمن؟ يصح؟ ها؟ لا يصح أبدا. طيب وضع في مؤخرة السيارة من أسفل خرقة سوداء وتركت، يصح؟ أيضا لا يصح. طيب ما شاء الله لا يصح؟ كتب عليها في آخر السيارة ما شاء الله تبارك الله، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، ماذا تقول؟ سبحان الله. يعني لا إله إلا الله لا تصح أن توضع، ويوضع شيء من الورد وكذا، نعم، هذه من التمام المحرمة. ما شاء الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، يا داخل الدار صلي على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، ما يصح. بحمى الرحمن لا يصح، فتح الله عليك. طيب هذا والله يا أخوانا أمر مهم جدا، واقع هذا من كثير من الناس. بعد هذا، بعد هذا نبه الإدارة. نعم يا أخي. باب ما جاء في الرقى والتمام. لماذا قال هذا من فقه المؤلف رحمه الله؟ في الباب الأول قال من الشرك، أنه فيه تفصيل، وهنا قال ما جاء ولم يقل من الشرك، لأن الرقية تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية. فالشرعية ما توفرت فيها شروط ثلاثة، أن تكون من الكتاب
أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت باب الدعاء، وإذا كانت بغير الأسماء الحسنى. جاءنا باسم لا ندري من، لعل هذا الاسم لشيطان ينادي، صح؟ إذا انتقلت من الشرعية للشركية. الشرط الثاني مسموع ومعلوم ومفهوم وباللغة العربية، هل يصح أن يدعو بغير اللغة العربية؟ بالشرط ألا يغير الأسماء الحسنى، يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم، ولا يصح أن يقول مثلا خداي أو كذا، هذا إلحاد في أسماء الله. الثالث يعتقد أنها سوى، خرج بهذا ما لو اعتقد أنه الباقي هو المؤثر بذاته. طيب رأيت شيخ من المشايخ يقرأ وما تسمع، ماذا يقول؟ ماذا تقول له؟ تقول ترفع صوتك ولابد، هذه الرقية في الشريعة، ترفع صوتك حتى وإن كان لا يوجد أحد إلا المريض والراقي، مفهوم؟ أجلس فتح الله عليك. نعم، لماذا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، والتمائم لم ما قال أنها من الشرك؟ لماذا؟ لأن التمائم تنقسم إلى قسمين، إذا كانت من غير القرآن فهي من الشرك، وإذا كانت من القرآن فهي حرام، لأمور أربع. الأول مشابهة لدخولها تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام من الرقى والتمائم، والثاني مشابهة أن في هذا كراهية عند السلف، ومنه ابن مسعود، والكراهية عند السلف تحريم، وأن في هذا فيها فتح باب شرع على الناس، وفيه امتهان للقرآن، لأنه قد يدخل بها للحمام وصيبها شيء من باب الغلام وغيره. أجلس بعد من الأبواب. نعم يا أخي، تقدم. باب أن تبرك بشجر أو حجر. نعم، كيف تبرك يعني؟ طلب البركة يعني، تمسح يعني، يطلب منها البركة كما كانوا في الجاهلية لديهم ذات أنواق. ما معنى ذات أنواق؟ ذات أنواق، أنواق يعني ذات تعليق. كانوا يعتقدوا أنه إذا وضعوا الأسلحة على هذه الشجرة الأسلحة تحل فيها البركة، مثل ما يقول هذا زارتنا البركة. إيش زارتنا البركة؟ وبركاتك يا سيدنا الشيخ شارك. ها؟ شرك أصغر، شرك أصغر، تبرك الممنوع يصل فيه شرك أصغر، وقد يصل الشرك الأكبر. أعتقد يعني سبب يضر وينفع. طيب وتبرك التبرك المشروع إما أن يكون بأمر شرعي، قراءة القرآن، شرب ماء زمزم، الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد الحرام، أرض فلسطين، أرض فلسطين أرض مباركة. نعم، ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذرية مباركة، وباركنا عليه وعلى إسحاق، صح؟ أي نعم، ومن بركة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام من ذريته، بركة دعوة إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، صلى الله عليه وإياكم عباد الأصنام. نعم، أو تبرك بأمر حسي كما ذكرنا بعلم الأئمة الأربع، أن الله سبحانه وتعالى وضع في علم هؤلاء الأئمة الأربع بركة، وانتفعنا بعلم إيه ومن هذا، صحيح؟ نعم، أئمة الإسلام، أئمة السلف، الصحابة رضي الله عليهم، صح؟ نعم، عائشة رضي الله عنها، ذرية أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذرية مباركة، صح؟ قال ما هذه بأول بركتكم يا أبو بكر، صحيح؟ فقد عقد لعائشة بسبب هذا، نزلت آية التيمم، صحيح؟ قال ما هذه بأول بركتكم يا أبو بكر، ذرية مباركة، صحيح؟ يعني حسي هذا. نعم، ما جاء فيه نص. وإذا لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا هو تبرك ممنوع، فهو تبرك شرك أصغر، ممنوع شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. تقبيل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود،
جائز هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان التخبيب بنية اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تبرك بالاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يعتقد الحجر في بركة هذا شرك أصغر قد يصل أكبر. وانت ترى بعض الناس اليوم يأخذ بعض الألبسة وكذا أمسح بها في الكعبة صح؟ قال حتى يريد أن يكون هذا كفن صح؟ لا ينفعه هو شرك أصغر. طيب أحد أيضاً لا يجوز، جبل أحد لا يجوز، قبور الصالحين. قال لي أنا رجل أنا ماشي قال ما زرت قبر كذا قريب من اسطنبول لا ينفع شرك أصغر، تمسح به وأطوف حوله هذا شرك، وأخذ من تربته شرك. والنساء نسأل الله السلام العافية يعقدن العقد هناك، كل هذا ما يجوز شرك. يا أخي مرأة قالت لي أكثر من 30 سنة وما جاءني ولد، وعندما جئت إلى قوم جاء الولد. هذه فتنة وابتلاء من الله واختبار من الله عز وجل. رجل صالح لا ينفع ولا يضر، وقد يبتلى المرء بأن يحصل له ما يريد امتحان اختبار، ولا كان الدجال لما اتاه حق اي صحيح الدجال الان ابطال الباب وجنه ونار وكذا وكل الارض، هل يعني هذا انه على الحق؟ اعوذ بالله ولا يمكن، فتح الله عليه. طيب بعد هذا من الابواب تقدم انت الان يذكرها على جنب بعض تقدمها نفس البيان. نعم يا اخي باب ما جاء في الذبح لغير الله، لماذا قال ما جاء في الذبح لم يقل من الشرك؟ لانه ذبح لغير الله في التفسير فيه مباح وفيه شرك اكبر لغير الله محبه وتعظيم ذبح للجن ولأصحاب القبور. طيب هذا الأخ بنى قصر ولله الحمد، فقال له الرجل قال تذبح لابد على عتبة البيت وتجعل الدم يسيل بدعة ومنكر حتى لا يأتي الجن. منكر منكر شرك لأنه خوف منهم شرك أكبر. يقول هذا الجن هذا الدم يصح؟ شرك أكبر. طيب في كأس العالم في كأس العالم تعرف كأس العالم؟ في كأس العالم في مباراة على الهواء، أنا والله ما رأيت الحمد لله لكن أخبار الإنسان، في دولة من الدول على المدرجات أخرج رجل ديك وقال النتيجة 1-0 وذبح الديك، ما هذا؟ ما فهمت كيف ما فهمت؟ أقول خرج من المدرجات يعني تفرج عن المباراة، هذا خرج ومعه ديك وذبح على الديك وقال النتيجة 1-0 هذا ادعاء الغيب؟ مو ادعاء غيب، هذا ذبح لغير الله، ذبح ذبح الديك ذبح الديك ذبح لمن هذا؟ لله للاعب ذبح للشيطان هذا مصائب كأس العالم والله موجود، هذا مصور والله موجود مصور. تراجعت انت؟ هذا معقول؟ تعلم أنت تعلم إن شاء الله تعلم. نعم ذبح لغير الله بعد خروج صدام من العراق، والله موجود هذا مصور، دخل هذا الصدر 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 الهالك نزل ودخل العراق، والله خرج الناس بالذبائح واذبحوها على الطريق وهو يمر، هذا ما هذا؟ شفنا هذا شرك أكبر، هذا هو الشرك الأكبر. زبوا شيء أكبر يعني شرك أكبر موجود؟ موجود اجلس
بعد هذا احنا يا اخواننا نريد ليس يعني هذا الا من باب ضرب الامثله على الواقع، يعني تطبيق كتاب التوحيد على الواقع بحمى الرحمن، ذبح للصدر، صدق كاس العالم نذبح امام الملك وقل النتيجه 1-0 دي كذب، هذه امثله في الواقع واقعه موجوده عندنا. بعد هذا اي باب؟ نعم. باب ما جاء في الذبح في مكان، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقلنا لابد ان نجعل المساجد لله. لمسجد اسس على التقوى، كل مسجد اسس على التقوى نقوم فيه. ولا يمكن ان نجعل المساجد مساجد ضرار. قد تكون انت سبب في ان تجعل هذا المسجد مسجد ضرار وانت لا تدري. صدق كفر وارصاد وتفريق ومحاربه، هذا الغلط اللي يقولون اجل مسجد ضرار. نعم قد تنقلب المساجد وتكون بهذا عندما يدخل فيها الان اناس يدخلونهم في المساجد صار مسجد ضرار. الرقص والغنى في المساجد صحيح. قال له ابن القيم متى علم الناس ان الغنى سنه تتبع؟ متى علم الناس ان الغنى سنه تتبع؟ وان ياكل المرء اكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع. تمام يرقصون في المساجد موجود. نعم تمام يرقصون في المساجد. وان ياكل المرء اكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع. وتسأل هؤلاء لماذا يقع هؤلاء؟ وقالوا سكننا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع إلى الشبع تهان مساجدنا عن ذاك السماع وتكرم عن مثل ذاك البيع في البيع وفي الكنائس وفي كذا. لا يصنع هذه الأمور وتصنع في المساجد. فيا للعقول ويا للنهى ألا منكم منكر للبدع؟ قل بلى منا. طيب الله أعلم. نعم إخواننا لا يمكن أن نجعل المساجد، هذه مساجد بيوت الله. لا يمكن نجعلها أماكن للعب، للأكل، للشرب، للنوم، المساجد لم تبنى لهذا. لم تبنى لهذا، صحيح. لا مانع أن الإنسان ينام في المسجد، لا مانع. لكن ينام وينام وينام ويدخل الناس وينام. وبيع وشراء وإنشاد الظالم صحيح. وتقابل واحد في المسجد قال بالله أريد صرف 200 ليرة أعطيني سنة. ما يجوز ما يجوز. مساجد لم تبنى لهذا. إنشاد الظالم، غيبة، نميمة، موسيقى في الجوالات، إنما يعمر مساجد الله. عمارة المساجد إما عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية يعني بناء وفرش ونظافة، والبناء المعنوية بناء عمارة معنوية تجعل المساجد عاملة بذكر الله، توحيد، طاعة، عبادة، قراءة قرآن، مواعظ، دروس، خطب، هذه أهم من البناء والتشييد. خراب حسي خراب معنوي. خراب الحسي مثل ما ذكر لكم الشيخ رمي الأوساخ في المساجد، هدم المساجد، الأكل فيها الثوم والبصل مثلا. وخراب أعظم من هذا الخراب معنى أماكن للشرك، دفن الصالحين فيها أو أي أحد، رقص، موسيقى وغير هذا. أخوان مساجد ما تبنى لهذا. المكان قلنا لكم في اول الدور، المكان الذي تضع فيه نعلك ضع معه الدنيا. اذا كان عندك شيء من الكلام في الدنيا او في النساء او في الزواج يا اخي اخرج في الخارج هناك، لا تفتن غيرك وتاتي الى هذا. صدق والله قال جنبوا مجالسنا ذكر شهوه الفرج وشهوه الفم. طالب العلم ما يتكلم في هذا ابدا. مفهوم؟
نتكلم فيها، شهوة الفم وشهوة الفرج. مفهوم؟ إياك والكلام في النساء. نعم. بعد هذا أي باب؟ نعم. باب ما جاء في النذر لغير الله. شرك. الشرك الأكبر هو النذر لغير الله. وأخذنا تفصيل النذر. نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله كالحلف بغير الله في اللفظ في الحكم شرك أكبر. والنذر لله ينقسم إلى قسمين، عام يدخل تحت كل مسلم، لأن المسلم عندما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله كان كالناذر فعل الطاعات واجتناب المحرمات. هذا نذر عام. نذر خاص يعني يتلفظ وينذر شيء خاص. قبل التلفظ لا تتلفظ، محرم على رأي شيخ الإسلام أو مكروه على رأي بعض العلماء رحم الله الجميع. لماذا؟ لأن هي النبي عليه الصلاة والسلام على النذر وقال إنه لا يأتي بخير، ولو كان خيرا لنذر النبي عليه الصلاة والسلام. بعد التلفظ قل نذر محرم ونذر واجب ونذر مكروه ونذر مباح ونذر مطلق، وأخذنا كفارة النذر. أما الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة بابها باب الدعاء، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربع: حي حاضر قادر، وتعتقد أنه سمي. بهذا ولله الحمد تم القسم الثاني، تفسير التوحيد، وفسر التوحيد بضده وبضدها تتبين أشياء، ثم شرع في بيان القسم الثالث وهو مهم جدا: الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. الباب الأول، باب قول تعالى يشركون الشيء، باب وبوب بالآية يشركون ما لا خلق الشيء. لماذا يبوب بالآية؟ قال أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة، حتى في الأبواب ذكر آيات وأحاديث، وهذا من حسن التبويب والتصنيف. أيشركون ما لا يخلق شيء، الخالق والمستحق للعبادة. فهذه الآلهة لا تخلق وهي مخلوقة، فهي مفتقرة لغيرها ابتداء ودرء، ولا تستطيع نصر الداعي، لا تستطيع نصر أنفسها فضلا تنصر غيرها. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين، ليس لهم ملك، أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو افترضنا سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرك، ولا نبئك مثل الخبير. طيب، هذا في مطلع عبادة الأصنام، مطلع عبادة الملائكة، أنها لا تستطيع أن تنفع نفسها فضل أن تنفع غيرها. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صار يدعو على أناس، اللهم العن فلان وفلان وفلان، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. لو استجيبت الدعوة في هؤلاء الثلاثة وطردوا من رحمة الله لم يبقى في حقهم إلا العذاب، لكن الأمر بيد من؟ بيد الله. فهؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وحسنوا إسلامهم، فانظر إلى العداوة كيف تنقلب إلى ولاء. ولو كان الأمر بيد النبي صلى الله عليه وسلم واستجيبت الدعوة فيهم كان بقوا في العذاب، لكن الأمر بيد الله، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم فتاب عليهم فآمن. شج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل فيه على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. شج النبي صلى الله عليه وسلم، الشجة تكون في الرأس وفي الوجه خاصة، وكسرت رباعيته. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ لماذا؟ لأن هؤلاء الكفار صنعوا أشياء ما فعلها أحد من الكفار. نعم، حتى اليوم شجوا النبي صلى الله عليه وسلم، كسروا بعيده، قتلوا الصحابة، مثلوا بالقتل حمزة رضي الله عنه، أرادوا هدم الإسلام، حاربوا هذا الدين. نعم، استحقوا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيا؟
فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. هذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام عليه الصلاة والسلام. أنزل قام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاد في هذا الأمر، فعل أشياء نسب بسببها إلى الجنون. وكذلك لو يفعل المسلم اليوم، لو يقوم الشيخ موسى هناك في اسطنبول ولا في كذا ويقول يا أيها الناس اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يأخذوه على المستشفى مجانا. عندما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام عليه الصلاة والسلام مباشرة، جد اجتهاد، ولم يتوانى عليه الصلاة والسلام، وفعل أشياء نسب بسبب إلى الجنة. وكذلك يفعل المسلم اليوم. هذا يقول محمد بن عبد الله رحمه الله، ما هو بالك أحد التمس رضا الله ولو سخط الناس، رضي الله عنك وارضى عنك الناس. فأنت لا تبالي بأحد في دين الله يا أخي، علموا الناس التوحيد، ما الذي يمنعك من تعليم الناس التوحيد؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء نسب بسبب إلى الجنة. الصحابة رضي الله عنهم في خيبر، في خيبر حر وجوع، من أين الجوع؟ طبخ الحمر الأهلي يأكله لحم الحمير، إذا ما وجد الطيبات، ما وجد الأبقار، وإحنا الحمد لله وجدنا الآن أبقار وأنعام وما شاء الله. حر وجوع ومرض، علي رضي الله عنه به رمت، تقاعس عن الخروج وعن الجهاد في سبيل الله؟ لا والله، خرجوا صح؟ هنا إذن قال يا أيها الناس اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، شيئا نكرا تعم كل شيء قليل وكثير. ثم ذكر أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه فاطمة رضي الله عنها، قال سليني من مالي ما شئت، هذا الذي أقدر عليه النفقة، لا أغني عنك من الله شيئا. قال فإذا صرح النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيء عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وآمن المرء أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع فيه خواص الناس اليوم، تبين له غربة الدين وترك التوحيد. إذا كان جاه النبي صلى الله عليه وسلم مقام النبوة لا ينفع فاطمة رضي الله عنها، إذن غير فاطمة من باب أول. ما الذي ينفع؟ الذي ينفع اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، توحيد. وهذا في منع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن جاه النبي صلى الله عليه وسلم مقام النبوة لو كان ينفع أحد نفع فاطمة رضي الله عنها، وهذا في بطلان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الباب الأول. الباب الثاني، حتى إذا فزع عن قلوبهم، في بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام، وهم أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم، يحصل لهم عند كلام الله الخوف، يخافوا، وهذا دليل على بطلان عبادة الملائكة. الشفاعة تقدمت معنا، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الباب الرابع في بطلان الهداية، إنك لا تهدي من أحببت، هداية بيد الله، لو كان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم لا أدخل عمه بالإسلام. أي هداية؟ هداية التوفيق، يعني الدخول في الدين، لكن هداية الدلالة والإرشاد تعليم الناس هذا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يملكها أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من بعده، بشرط أن يكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم،
إذا الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد يملكها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أتبع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده بشرط أن يسير على ما سار عليه، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. الهداية التي لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام فضل يملكها أحد من بعده هداية التوفيق، لأن هذا يقول أنا دعوت ودعوت ودعوت وما استجاب لي أحد، نقول هذا ليس إليك، هذا بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا في بطلان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ما استطاع أن يدخل عمه بالإسلام. طيب، هذه أبواب أربعة تدل على بطلان عبادة ما سوى الله. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لك أن المستحق للعبادة هو الله، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الملائكة ولا الصالحين ولا ولا ولا، والمستحق للعبادة هو الله، فكيف تصرف العبادة لغير الله؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني، سليني من مالي ما شئت، اشتروا أنفسكم بالدخول في دين الله، وعندما صار يلعن أناس أنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت، وفي الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم يخافون، دليل بطلان عبادة الملائكة. فكيف بمن يعبد الجيف؟ جيفة جيفة، نعم قبر يعبد أصحاب القبور، هل أحد يعبد جيفة؟ هؤلاء يعبدون الجيفة. ودعونا أذكر لكم قصة، لأن أرى بعض الناس يعني يكاد يعني خلاص يسقط. فيه رجل لديه حمار، وهذا الحمار يعني خدم هذا الرجل سنين، مات الحمار. فقال هذا الرجل والله أنا لا أترك هذا الحمار للسباع، تأكل السباع. وفاء له، خرج في أطراف القرية وأخذ يحفر وضع الحمار وألقى عليه التراب وتعب، رجع إلى بيتي ونام. خرج رجل من أهل القرية وجد هذا القبر، فرجع مباشرة إلى القرية. يا أهل القرية هل ما أحد؟ قال هناك قبر في أطراف القرية لرجل صالح دفنته الملائكة بليل. خرج أهل القرية وأخذ اللي يطوف واللي يذبح واللي كذا. استيقظ هذا، بحث عن أهل القرية ما وجد أحد، خرج وإذا بالناس حول القبر يطوفون. قال ويلكم، ماذا تصنع؟ قال تعال، رجل صالح دفنته الملائكة بليل. قال هذا حماري، والله نسأل الله العافية، والله في بعض الدول قبور لكلاب، والله تعبد من دون الله لكلاب، قبر كلب، قبر لرجل في منطقة في أفريقيا، هذا كان في الطائرة وقت الحرب العالمية وكذا، سقط صيني، سقط يعبد من دون الله ويذبح له وينذر له وكذا. اتفق أهل السنة والجماعة، اتفق واجتمع أهل السنة والجماعة وقالوا أن للحسين رضي الله عنه رأس واحد، أجمعت الأمة على هذا الرجل أن للحسين رأس واحد، لكن الواقع اليوم أن للحسين أكثر من خمس رؤوس، رأس في مصر ورأس في العراق ورأس في الشام ورأس في إيران ورأس في باكستان، والله أعلم يخرج رأس في جورجيا ولا كذا. نعم، قبور تعبد من دون الله، يطاف حولها تقرب إليها ويترك الواحد الديان، الله المستعان. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك
فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. قبور تعبد من دون الله والمساجد تترك، حتى المساجد أفسدوها وضعوا فيها القبور وضعوا فيها كذا. فهذا هو القسم الثالث على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، والأدلة والبراهين أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، أنه الله هو الخالق. وهذا الذي تسمعون بعض الناس أولياء وصالحين وكذا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، لا الذي يرزق هو الله. إذن هؤلاء مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى ابتداء ودوام. فهذا ولي في منطقة من المناطق أخذ أموال القرية كلها، وأنت تعرف هناك رجل في القرية أوشك على الموت، ولدين شاة صغيرة كاد يموت، فقال أبيع هذه الشاة وأشتري طعام آكل. خرج تخفى حتى لا يراه الولد، على زعمه ولد، خرج يتخفى وهو في الطريق وجد الولد. أين يضع الشاة؟ ما يمكن يضعها في جيبي أو كذا. فقال إلى أين؟ قال أبيع هذه الشاة، ما عندي مال. قال لا اعطني إياه. قال ما استطيع. قال اسمع، ترى هذه الحجارة هناك؟ قال نعم. وإذا به حجارة. قال هذه كانت قطيع لرجل من الناس وأبى أن يعطني إياه، فحولت وقلبت هذا القطيع من الغنم إلى حجارة، أعطني الشاة أو أقلبها إلى صخرة أو حجر. احتار ماذا يصنع؟ يموت؟ يعطي الشاة؟ ما يصنع؟ فقال له، قال اسمع، اسمع، لماذا لا تحول هذه الحجارة إلى قطيع من الغنم وتأخذ أنت النصف وأنا أخذ النصف؟ تقول أنك ولد، حق أحسن مما تقلب هذه الشاة إلى حجارة ولا استفيد شيء. فأرجع هذه الحجارة إلى القطيع، فبهت الذي كفر. إخوانا كيف؟ يعني هذه تعبد ولا أحد ينكر، لا نكيل، صحيح؟ نعم، يعني هؤلاء الذين يطوفوا حول القبور وكذا، يعني بيننا وبينهم قرابة بعضهم، صح؟ هؤلاء اللي يضعون على السيارات وكذا، يا أخي عليك البلاغ، بل بينوا للناس إخوانا، الناس ما يعرفوا هذه المسائل. طيب، بهذا ولله الحمد، يعني تم القسم الثاني. أذان عصر الساعة المغرب. الساعة. نعم. بقي ساعة. أكيد. الحمد لله. نراجع ثم ننظر في ما يكون. ماذا أخذ؟ نعم. القسم الثالث وهو الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره. ما الدليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يذكر لي دليل أو أدلة على بطلان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. ليس لك من الأمر شيء. نعم نعم. وانقلبت العداوة إلى ولاء وأسلم وحسن أسلام. نعم. غيرها. طيب الهداية كذلك. ما استطاع. وقال سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. صرح للقريب والبعيد، للبعيد لا أغني عنك وللقريب لا أغني عنك. فجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ينفع أحد لنفع فاطمة رضي الله عنها، صح؟ والذي ينفع اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فتح الله عليك. بطلان عبادة الملائكة، ما الدليل؟ قوله تعالى حتى إذا فزع نزال عنهم الفزع والخوف فهم يخافون فليسوا خوف، فلا يصرح أن يصرف لهم شيء من العبادة. نعم، فتح الله عليك. طيب، وغيره ماذا أخذنا؟ وغير هذا؟
كذلك الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يبدأ بالشفاعة، لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة حتى يأتي الإذن من الله، فإذا أذن له شفع. طيب وغير يبقى معنا، هل يصح لعن المعين؟ هل يصح لعن المعين؟ يصح أو لا يصح؟ من يعرف؟ يعني تلعن إنسان بعين؟ نعم لا يصح. لا منهي عنه، وعندما صار النبي صلى الله عليه وسلم يلعن أناس نهي عن ذلك، مسلم أو كافر؟ نعم، لأن هذا كافر خبر. طيب إذا ما ممكن تلعن لا مسلم ولا كافر، مفهوم؟ طيب اصبر معي. طيب ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلعنهن فإنهن ملعونة؟ الشيخ موسى أمشي بالسيارة أمرأة سافرة مائلة قال الله يلعنك يا ملعونة، صح؟ هذا جمع فيه. نعم هذا في جمع. كيف جمع؟ جمع مرأة بعينها ألعنها، بس احنا نحكي عن أفعال. لا ما يلعنها بعينها، لا يلعن يقول اللهم العن كل سافر، وما يلزم أن يسمعها أصلا، لأنه لو أسمعها إشكال. نعم طيب، أو إذا يعني أمن الفتنة يقول لها اتق الله يا أمة الله حتى لا تكوني من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعن، صحيح؟ يلعن على وجه العموم، اللهم العن كل سافر، صح؟ لعن الله من غير منار الأرض، من ذبح لغير الله، رأيت إنسان يذبح لغير الله تقول لعن الله من ذبح لغير الله على وجه العموم. طيب إذن على وجه الخصوص لا، هل يصح لعن الكفار على وجه العموم؟ نعم لا، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيد، لعن الذين كفروا بني إسرائيل، نعم لعن كافر بعينه لا يصح، مفهوم؟ طيب كيف تدعو عليه؟ يعني مثال الآن طاغية من الطغاة اليوم، خلاص سمي من تسمي أنت أنا أعلم. طيب هل يصح أن تقول الله ملعن فلان؟ لا نعم ما يصح. طيب إذا ماذا تقول؟ تقول اللهم سلط عليه كلبا من كلاب، اللهم أرحنا منه، صح؟ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيل، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب، لأنه لو أسلم وتاب تاب الله عليك، هداية بيدك تملك الجنة؟ لا، مفهوم إخوان؟ إذا مرة أخرى لا يصح لعن المعين مسلم أو كافر، يصح لعن عموم الكفار إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا، لعن الذين كفروا بني إسرائيل. كيف يكون الدعاء المعين؟ كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ أي نعم. كيف ندعو؟ هل يصح الدعاء على عموم الكفار بالهلاك؟ اقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا؟ لا، لأن هذا مخالف لسنة الله الكونية، لأن الله سبحانه وتعالى قدر بقاء الكفار إلى قيام الساعة، صحيح؟ الثاني أن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف ندعو الكفار؟ تدعو بدعة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اشدد وطأتك على مر، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة أموالا في الحياة الدنيا، ربنا يضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالا واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، مفهوم؟ إخواننا الله سبحانه وتعالى بعث إلينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء، منه الدعاء، صح؟ يعني بعض الناس يعني تجد مخالفة صريحة في الدعاء تعدي أحيانا، صح؟ يعني يقول ما أعرف أوقف الطائرات وجمد كذا، يعني أدعت النبي صلى الله عليه وسلم جامع ما تغني على هذا كله، أنت تقترح على الله
الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم وانتهى الأمر، صح؟ واشتد وطأتك على بشار ومن معه. نعم، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام. إيه؟ فهذه أدعية جامعة مانعة. وقال الله أعلم أن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يجد وقت للمراجعة، مراجعة القرآن، فكان يدعو أن يراجع القرآن ونسي أن يذكر في عافية، فراجع في السجن. وهو رحمه الله الإمام أحمد يعني يرجح هذا، يرجح ماذا؟ يرجح في الدعاء أن نأخذ بدعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، جامعة مانع، لو تتعب حياتك كاملة لن تجد مثل بدعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس يقول هذا الدعاء كان يدعو به شيخ الإسلام مثلا، نقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نعرض على السنة، وافق الحمد لله، لم يوافق حتى لو يكن لمن. أبو بكر رضي الله عنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله إذا أنا رأيت ليلة القدر ما أقول، تذهب عن كل دعوة تريد أن تدعو بها. صحيح. قال قولي اللهم إنك عفو توحيد، تحب العفو توحيد، فاعفو عني في ماذا؟ في بدني، في مالي، في ولدي، في زوجي، في الدنيا، في القبر، في الآخرة، خير الدنيا والآخرة. دعاء سهل يسير، صح؟ نعم. الساعة الرابعة؟ أربعة وخمس دقائق. خمس دقائق. تفضل. طيب. يبقى معنا مسألة ذات أنواط. ذات أنواط الصحابة رضي الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في العقيدة الوسطية أن الطعن في الصحابة رضي الله عليهم الذي يطعن في الصحابة فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. كل من يطعن في الصحابة فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. طعن في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختار الصحابة رضي الله عنهم صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم ورضي عنهم. الآن تقول فلان من طلاب الشيخ بن باز رحمه الله، ماذا تظن في هذا؟ أنه هذا من خيرة القوم لأنه رافق رجل نحسب والله حسين. صحيح. إسخار الشعبي رحمه الله، الشعبي وغيره، يقول لو سألت اليهود، لو تسأل اليهود من خير أصحابه لقالوا أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، ولو سألت النصارى من خير أصحابكم لقالوا أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام حواليه، ولو سألت الروافد قتلهم الله، من شر أصحابكم لقالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم رحمه الله كتاب الطب، في كتاب الطب يتكلم في التوحيد في الزاد هنا، يقول قال بعض الحكماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مثلهم مثل العين، إذا عينك تؤلمك ماذا تصنع؟ تفركها، تفركها هكذا تزيد، صح؟ قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عليهم مثلهم مثل العين، ودواء العين ترك مسها، لا تقربهم إلا بخير،
تذكر محاسن القوم وتسكت عما شجر بينهم، ولا تقرأ في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة. يحرم، يقول الشيخ بن عثيمين، حرام أن تقرأ في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة حتى لا يقع في قلبك شيء. تذكرهم بالجميل، مفهوم؟ أي نعم، مثلهم مثل مثل العين. طيب، فالذي الآن بعض الناس، بعض الطلاب هدانا الله إياه، لم يبقى لديه من العلم إلا أن يبحث في حديث أبي واقد وحديث حاضر، ما بقي له شيء من العلم إلا يبحث في هذه المسألة، ويقول هل حدث من الصحابة شيء؟ والله لم يحدث منهم شيء، ولا الذين طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام لم يحدث منهم شيء، لأنهم طلبوا ولم يفعل، وكذلك الصحابة لم يفعل، الصحابة رضي الله عليهم أرادوا غضب الكفار ولم يحدث منهم لا الشرك أكبر ولا أصغر. نعم، ولا يمكن أن نتعدى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي رجل يوم من الأيام، سمع مني هذا الكلام، قال إلى متى نسكت؟ إلى متى لا نتكلم؟ إلى متى لا نقرأ في كتب المؤلفة وكذا؟ قلت لا، تلقى الله، تلقى الله وأنت منافق؟ أو تلقى الله وأنت موحد مطيع لله سبحانه وتعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تسبوا أصحابي. فلم يحدث شيء من الصحابة رضي الله عنهم، لا أصغر ولا أكبر. حاطب رضي الله عنه يا أخوانا، من دافع عن حاطب؟ من؟ الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتم. النبي صلى الله عليه وسلم يجب على كل موحد يدافع عن حاطب رضي الله عنه. وبعض الطلاب هدانا الله يبحث عن هذا، وماذا حدث وحدث، حتى والله وجدت من كتب أن هذا هو النفاق الأكبر. صحيح، صحيح، هذا الكاتب منه هذا الكلام هو النفاق الأكبر، يتكلم في حاطب بعد أن جاء هذا من الله سبحانه وتعالى ومن النبي عليه الصلاة والسلام من كل موحد. كيف يكتب هذا؟ أعوذ بالله يا أخواننا، ما يمكن. لذلك يا أخواننا لابد أن يطالب العلم قبل أن يطلب العلم صدق، تعلم عقيدة معتقد على السنة والجماعة حتى لا ينزل. وأشد ما يكون في هذه الأيام هذا الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمهات المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما أحب وأرضى.